حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تبتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم على أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة هنا جوا، وتقدرون تتصلون بنا على أي رقم من أرقام برنامجنا، وأكو رقم مصفى إشارة واتساب تقدرون تدزولنا رسالة على برنامج الواتساب في حال ما قدرتوا تتصلون بنا، نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة مع حلقة هذا اليوم. ونبدأ حلقة اليوم بأول ملف من ملفاتنا، واللي هو الملف اللي راح يكون المسيطر على حلقة اليوم لأهميته، هو ملف أزمة الدولار أو ارتفاع سعر صرف الدولار أو انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. هاي الموضوع هذا بمخاطر كبيرة على العراق وعلى العراقيين بشكل عام، ولهالسبب الناس ما قابلة على هذا الشيء. هي ما قبلت على اللي سواه مصطفى الكاظمي بخفض قيمة الدينار أمام الدولار، وراها جوي حكومة الإطار وقالوا احنا أول ما نصير بالحكومة ونلزم الحكومة راح نرفع لكم قيمة الدينار، ولهالسبب صعدوا أو لهالسبب صعدوهم الله أعلم. لكن لما لزموا الحكومة قالوا احنا ما لنا علاقة، سياسات البنك المركزي سياسة مستقلة، اللي نفسها محمد الشياع السوداني قال ماكو شيء اسمه سياسة مستقلة، ولهالسبب طلعت تظاهرات هواية وكبيرة ببغداد وباقي المحافظات العراقية تندد بنزول قيمة الدينار العراقي قدام الدولار، وهذا الشيء اللي راح يأثر بشكل سلبي ومو زين على أسعار المواد الغذائية بالعراق. من ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد انطلقت هاي التظاهرات اللي نددت بانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي، وعبروا بيها عن استيائهم من هالنزول المو طبيعي وتأثير هذا الشيء على شرائح المجتمع بشكل كامل بوقت تنعدم به الحلول الحقيقية، ويتزامن هالشيء ويا ارتفاع أسعار المواد الأساسية بسبب هالانخفاض. خلونا نشوف ساحة التحرير. هاي التظاهرات بساحة التحرير. نطلع من بغداد نروح إلى محافظة ذي قار، المحافظة اللي مكانها جنوب العراق واللي تعتبر شوكة أو يعني منبع الثورة، ثورة تشرين الظاهر بها المئات من المواطنين، ونددوا بسياسات الحكومة الاقتصادية والنقدية اللي ما إلها دخل لا بالمواطن ولا بهموم المواطن، واللي تضر العراقي والعراقيين بدال ما تنفع، وهي المسبب الحقيقي مثل ما قالوا هم التراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. هتفوا بهاي التظاهرات ضد الميليشيات اللي كانت بنفسها تتظاهر في وقت ما كنا نتذكره ضد ارتفاع سعر الدولار قبل ما تتولى حكومة الإطار التنسيقي زمام السلطة. خلونا نشوف. شاوين رب الله دولار وصعد، اللي دا يسأل على رب الله هم ما ملتهين بالدولار
او بالدينار العراقي عفوا، لا هم بالدولار مهتمين به، مهتمين به لانه دا يدزوا ايران وسوريا ولبنان، اكو ناس محتاجين الدولار اكثر من ادنى، اكو ناس يحتاجون انه نساعدهم لانه اكو عقوبات امريكيه ضدهم. بس العراق شو يحتاج؟ ناس راح تموت وشنو يعني؟ راح يموتون من الجوع وبعدين ماكو دواء ماكو شيء وشنو يعني؟ ما مهتمين بهذا الشيء. بس اكو غيرك على عقوبات لا هذا يهتمون به. بوقت غيرك نفسه اللي هم سألهم ولا عنده لما كان العراق جوا الحصار ما حكوا بيك. اهالي كربلاء هم همين الظاهره، الظاهره قدام مكتب البرلمان بمحافظه كربلاء، وطالبوا نواب المحافظه ان ينزلون للشارع ويحكون ويا المواطن ويوضحون للناس سبب الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار قدام الدينار العراقي، وطالبوهم ان يوجدون حل ومستعجل للتدهور الكبير بقيمه الدينار العراقي. ومن كربلاء نشوف هاي التظاهره. بنفس اليوم مكان واحد نفس المطر فيضت صعود الدولار، فنريد نسمع من النواب، اذا ما حضر النواب احنا راح نعمل اعتصامنا بهذا المكان. شو تقولين؟ نحن الاعتصام بهذا المكان. قيادات الامنيه خلي تكون عندها علم، تريد تقتل واحد اثنين ثلاثه النحرة وقدر بوجودكم اللي عندنا حاضرين. لأن هاي كيف اللي عندنا ماكو. استخدمنا كافة الأساليب وما نفعت. هسه هاي المرحلة مرحلة تصعيدية، جزء تصعيدي بسيط. راح نبقى هنا إلا يجون النواب يبينون لنا شنو اللي جاي يدور تحت قبة البرلمان. شنو العائق؟ شنو العائق من عقد الجلسة من أجل تنزيل سعر صرف الدولار؟ يلا نغادر المكان. يجون باكر احنا باقين منا الباكر، يجون بعد ساعة احنا باقين ساعة، يجون بعد ساعتين احنا باقين ساعتين. هاي التظاهرات كانت بكربلة، نطلع من كربلة نروح إلى محافظة بابل، وطالبوا المتظاهرين هناك حكومة الإطار أن توضع حلول سريعة لحل أزمة الدولار، وحملوا الحكومة والإطار من وراها كامل المسؤولية عن الأسباب والنتائج واللي راح يصير بالعراق من مصايب بسبب هالشي، خصوصا نسبة الفقر اللي راح تزيد إذا حطينا ببالنا أنه نسبة الفقر بالعراق مهينة. وأكدوا أنه تظاهراتهم راح تبقى سلمية وراح تستمر. خلونا نشوف. بس اليوم نريد الحديث عام، أريد أقول لكم قضية. الحديث اليوم نريد عام، أكو ناس من الإطار كانت تدافع عن الإطار جاية اليوم لأن دقها جوع، فما نريد نثقل وما نريد نذكر أسماء. اليوم قضيتنا دولار. ليش؟ لأن أريد هذا اللي جا اليوم من الإطار، إجا كان يدافع عن الحلبوسي، إجا بغير جهة وإجا اليوم للتظاهرة، أريد يروح ينقل لبقية الإطارين، ينقل لهم عن ذولا ناس، ينقل لهم حقيقتنا. إحنا مو تصنع، إحنا همنا وسعينا نريد نغير الواقع المأساوي لهمنا وناسنا، وإلا لو مو هذا همنا ما باطين صار لنا اليوم 7 سنوات جرة واحدة ثابتة عازمة على التغيير. ما بيناتنا اللي يريد يخربط. هذا كان أبرز، أو عفوا هاي الفيديوهات كانت أبرز التظاهرات اللي صارت ببغداد، ديقار، كربلاء، بابل والنجف. هاي كلها طلعت، ومو بس ذني، لا اكو اماكن هوايه دا تحكي على هذا الموضوع. وراح نقرا لكم بعض من التغريدات اللي تم تغريدها على منصه تويتر حول ارتفاع قيمه الدولار او انخفاض قيمه الدينار امام الدولار. علي بن ماجد آل مريان يقول: بسبب فشل الإطار بضبط أسعار الدولار والأزمة المقبلة في الدينار لتأمين الرواتب والالتزامات الحكومية المختلفة والتي ستصل حتى صعوبة سحب الناس أموالهم المودعة في المصارف لأسباب كثيرة، أتوقع إلغاء التعيينات الجديدة وقد لا تقر موازنة 2023 بحجج كثيرة للهروب من الأزمة. هاشتاغ نزل الدولار. أحمد صباح: ربما النداء الأخير، إخواننا في الوطن، رفع الدولار يهدد جميع طبقات الشعب الغني والفقير. تواجدك اليوم في سوح التظاهر للضغط على الحكومة الحالية المسؤولة على تهريب الدولار واجب وطني، لا تخذلوا الشباب. هاشتاغ نزل الدولار.
ريبين فخر الدين تقول المظاهرات سترجع بقوة، يقول لا بوادر لحل معضلة الدولار، تهريب الدولار يكسر ظهر الإطار والحكومة، أمريكا جادة بخطواتها، إيران مستمرة بسرقة العملة الصعبة لها، امتعاض كردي سني من الإطار، لا استراتيجية واضحة للحل، فوضى سياسية واقتصادية واستقرار أمني نسبي. علاء صبيح جاسم، ماتوا الفقرة من وراء الدولار، الله لا يوفق الإطار واللي يحبهم. كانت هاي التغريدات حول قضية ارتفاع أو انخفاض قيمة الدينار بسوق الصرف بالعراق. ويانا عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفل، بالنسبة للمظاهرات اللي جاي تطلع وهذه، أنا أعرف عندنا 18 محافظة، مو لو صارت 19 محافظة عراقية. ليش يبقى يعني بس هاي المحافظات، يعني الأربعة والثلاثة اللي هسه ذكرتين، بس هاي المحافظات تطلع احتجاج وتظاهرات على مود رفع سعر الدولار وانخفاض الدينار؟ يعني المحافظات الباقية الوضع الاقتصادي مالتهم يعني رفاهية، يعني أهل المحافظات الأخرى وضعهم الاقتصادي متحسن. أستاذ عبد الرزاق، للمصداقية المهنية والقدام الناس الشفافية، هي مو بس ذني المحافظات، أنا ذكرت ذني وأكو بعد هواية، بس الوقت ما يسمح نطلعهم كلهن حتى أكون صادق وياك. أستاذ أفل، لا أنا مو القصد يعني ذني اللي ذكرناه، يعني إلى متى يعني نبقى إحنا نعيد ونصبر بنفس هذا النمط؟ أكو 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 حلول أخرى، يعني هذه المظاهرات تكون ايضا مخترقه من قبل الاحزاب، وبالعكس خلينا ازيدك علم بانه هاي الاحزاب هي ترتاح للشغلات هذه اللي انا تكون مخترقه من قبل الاحزاب، فالعقل العراقي يعني يتيبس لهالطريقه هذه، ماكو حلول اخرى، اكو طرق اخرى، المفروض المواطن العراقي بعد يغير الاسلوب بالتعامل ويا المظاهرات، لانه المظاهرات اصبحت مكشوفه للاحزاب ومسيطرين عليها بكل سهوله. فالمفروض كل المحافظات تنتفض انتفاضة واحدة، ويكون عصيان مدني للحد من هذه يعني التعامل ويا المواطن العراقي بسفالة من قبل الأحزاب وتهريب العملة، ويعني الصراحة معيبة بحق الشعب العراقي بأنه يسرقون أمواله، يسرقون قوته، والشعب العراقي ساكن. لا، هذا حتى يقول لك قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، فإلى متى يعني تبقى الأحزاب هي اللي تصل وجول بالعراق وتلعب بقدرات المواطن العراقي؟ نعم، تحياتي لك. شكرا لك أخ عبد الرزاق، أبو علي من الديوانية، حياك الله. السلام عليكم. عليكم أخير. السلام ورحمة الله. حبيبي الكريم، نعم، الدولار كرمك ربي، المظاهرات اللي تحدث، المتظاهرات، المتظاهرين اللي يخرجون هالساعة، نعم، هذا مو حل للمشكلة مالتنا. الحل مالتنا المشكلة الفساد اللي ينخر 90% من أموال العراقية، من أموال النفط 90% ينخرهن. نعم. الدولار صعد 10%، نقول لو ليش صعد، بس الفساد أكثر. الثورة لا ما تصير على الفساد، ماكو فائدة. كل الأحزاب تحكم العراق هي فاسدة، كل ما تحوط حاول رئيس وزراء العراق هي فاسدة. يعني السوداني قاعد نلتمس منه ايجابيات، بس الاحزاب الدار ما دايره، ما قاعد تخلي هي من تسرق الاموال العراقيه. نعم، يعني 90% الفساد قاعد يجيبوك اموال الفقراء، 90% ال10 دولار صعد 10 دولار. احنا المظاهرات على الفساد نريدها، الشعب العراقي يتوعى على الفساد، على مود المستشفيات تشتغل، يعني المستشفيات صعد الدولار ونزل الدولار، حبايت وجع راس ما بيها مستشفى بالديوانيه، ماكو فايده بالدولار، احنا نريد الفساد، طالبوا على الفساد، الفساد اللي دمرنا مرضنا مرض اخذنا الى قرون. جزاك الله خير الجزاء. شكرا لك ابو علي. نبقى بازمه الدولار وتاثيرها الشعبي على الناس من احد اسواق البصره الشعبيه. حكينا على التظاهرات ضد الدولار، لكن راح نحكي على تاثير هذا الشيء. تأثير لما تنخفض قيمة عملتك أمام عملة عالمية أو أمام الدولار بشكل عام، شنو اللي راح يسببه؟ أكو هواية حلول انطرحت، لكن يبدو أنه اللي لازم السلطة بالعراق ما دا يفكر بيها أو ما دا يسمع لهاي الحلول، دا تطب منا وتطلع منا.
مواطن من البصرة صرخ صرخة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات والسلع اللي تسبب بها ارتفاع سعر الدولار. انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار والسلع دا تنشرها بالدولار، هذا الشيء شنو معناته؟ هاي الشغلة اللي كان سعرها 1000 صار سعرها 2000. وأكد المواطن أنه بعد ما عنده إمكانية أنه يأمن لقمته أو يسد حاجة أهله بسبب الارتفاع اللي صاير بسعر صرف الدولار وارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب هذا الشيء. خلونا نشوف. الله وبركاته، احنا حاليا في سوق المصدر ونشاهد المواطنين يتذمرون من صعود صرف سعر الدولار. شنو معاناتكم؟ معاناتنا من الدولار، احنا كنا نشتري 25000 هاي ستوته ناخذها ب 2000، هسه 2000 تقعد بالسوق ماكو. هذا البصل باع عليه؟ كان هذا بربع دينار ب 500، هسه ب 1000 ونص. يعني 2000 انا ولا ودين هذا 2000 لمن؟ انت السوداني مو كنت كاظموي تحكي تقول صوت الحكومه، انت صوت انجز من الكاظموي. اطلع استحي واطلع، اخجل على روحك، اخجل على عشيرتك، اخجل موتتنا ولا تامراتنا. البصل هذا ب 1000 ونص، الدولار اليوم 71000. يعني انا متعدد من ابوك يعني وانتم بس حسابيني. الله اكبر عليك السوداني، عليك وعلى الخلاق، والله اكبر على الحكومه العراقيه والكتابونات نسوتنا نفس ايران. ولك حسابيني ولك شنو الدولار احسن من الدينار، وتقول لي والله انت تقول لي والله الدينار ما ناقله من الدولار. ولك 171 هاي وحده، هاي بالبصره. روح للنجف، ناشط مدني هناك ندد بالوضع الاقتصادي المأساوي اللي وصل له العراقيين اليوم، بالوقت اللي ما بأي حصص تموينية كاملة. احنا كلنا نعرف وضع الحصة التموينية او البطاقة التموينية، نعرف شنو مساوئها، شنو عدد المواد اللي دا تتوزع، وشنو اللي دا ينباق، وشنو اللي ما دا يوصل اصلا. وهذا الشيء واحد. اثنين، ماكو رقابة على الاسواق بالعراق وعلى التجار. ثلاثة، ماكو دعم للمنتج المحلي، كل العراق معتمد على المستورد وصار بلد مستهلك وسوق مستهلكة. هذا كله انعكس على حياة المواطن وبالتحديد صاحب الدخل المحدود، يعني الما عنده. خلونا نشوف النجف. لكن ولكم حكومة الإطار يا حكومة السودان، الشعب جاع، الدولار 175000، الناس راح تبوق، راح تروح تسلك غير طريق، راح تبيع اعراضها، تبيع حلالها، الناس عندها علاج، الناس عندها امراض مستعصيه، ناس ما عندها فلوس مستشفيات خاصه، ما عندها فلوس عيادات تروح للاطباء، الناس ما عندها بياضات، الجهاله يريكم لو يتعشى بيهم، الوادم ما عندها فلوس خبز، الطحينه كل شهرين ثلاثه تطوناها، المواد الغذائيه كل شهرين ثلاثه توصل للعراقي، ولكم الشعب جاع. ولكم كافي ارضاء الدول الجوار، كافي تجاملون على حساب مصلحة الشعب العراقي. الوادي قام تفرهد، الوادي قام تبوك، الوادي جاعت يا حكومة السوداني. ولكم جاع، الشعب جاع، كافي ظلم. ولكم الكل ظالم نهاية، 20 سنة من الظلم، والنوم رجعتونا بهاي السنة بعد أسوأ من 20 سنة اللي مرينا بيها. ولكم كافي ظلم، كافي ظلمت الشعب، كافي. شوفوا حل الدولار، متنا الوادي بكتلها الجوع. هاي كلمة الناشط المدني من محافظة النجف، وراح نقرأ لكم بعض التغريدات على هذا الموضوع من فيسبوك. أبو مروان العايدي الركابي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسق باع البلد. كرار العبودي: ما يدوم الظلم بس الله الحكم. هاي لكم بشارة، حكومة الإطار نهايتكم قريبة إن شاء الله. موسى الباش: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم، ظلم هالبلد وشعبه. فقار الشمر يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لعنة الله على الأحزاب الفاسدة. كانت هاي تعليقات الناس حول هاي القضية. محمد من أمريكا حياك الله. السلام عليكم أخوي سعد أسد، أحيي قناة عليكم السلام ورحمة البطلة. سعد العزيز، هم الميليشيات 70 ليرة هم جاهربون الدولار، كفيلك الله. هم والسفارة الإيرانية في العراق، كفيلك الله. أحد جاهربون من حرس الثوري الإيراني، يقودونه مسؤولين جاي يتبعون للإطار الإيراني، الإطار الإيراني. وهذا مفلك يحسبونه مثل الإمام علي عليه السلام. أحد الصحفيين الفاشيين من جماعة خنازير إيران يقول: أبو فلك
يشبه الامام علي. الامام علي ما حد يوصل له حيشك للطرقه مالت النعال مالته. انتم العمايه مالكم هاي السافله قاعده بكربلاء والنجف. كفيكم اللهم دمروا، والحل بيد الشعب العراقي. ماكو حل، لازم الشعب العراقي يصير عليهم بالاسلحه، لا يظلون ساكتين. هم عم دمروا العراق، انا مو ايران، كفيلك الله. والميليشيات الايرانيه تابعه لايران، كفيلك الله نهايتها قريبه، راح تصفو، كفيلك الله ما يظل ولا زين ايراني بالعراق. تحياتي للقناه الرابعه. شكرا شكرا المجاهد. شكرا لك اخ محمد. ابو سميه من الانبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي الكريم، هذه الحكومه المنحله المتواطئه التي لا تملك اي ولاء لارضها، تحاول التستر على جريمتها بتهريب الدولار الى ايران بمطارده بعض مكاتب الصيرفه في بغداد بحجه انهم يضاربون بالعمله وهم الذين تسببوا برفع الدولار، ويريدون ان يغطوا على الجريمه العظمى. نعم. وهي المصارف باسماء وهميه مزوره، يسحبون الدولار من السوق العراقيه ويصدرونها الى ايران. وقد فضحتهم بعض القنوات العربيه ومنها قناه دي دبليو العربيه التي تبث من المانيا. يا سيدي الكريم، يعني ما تطاول النظام الايراني وما استفحل وما فعل ما فعل في هذا البلد إلا لأنه وجد موطئ قدم، رأى حكومة تتبع لدولة إيران. وللأسف لم نرى ولم نسمع ولم نقرأ أخف من هذه الحكومة تعيش في أرض العراق وولاؤها لإيران في جهة الشرق. والأغرب من ذلك، يعني نحن نتحسر ونحس بألم عندما نرى حتى الوحوش في الأفلام الوثائقية، حتى الوحوش لديها أرض تدافع عنها، أما هؤلاء فليس لديهم حتى عقلية وغيرة الوحوش. شكرا لكم. شكرا لك أبو سمية. أبو علي من الديوانية حياك الله. الله يسعدك، شلون أخوي؟ يسعدك يا غالي. أبو علي من نافري. حياك الله. شلونك؟ أنا أبو علي. والنعم من منك. والنعم منك أخوي. شلونك حبيبي؟ الله يخليك، مشتاقين، الله يخلي هاي الإذاعة، شلونكم زينين؟ يسلمك ربي، يسلمك ربي، تفضل أبو علي قول. شوف أستاذ، شوف خلنا حاجيك، هي مؤامرة مو بس إيران. نعم. أمريكا وإيران، يعني هاي شوف هاي الدول، ها؟ متكالبة علينا الدول. كلها يعني شوف هاي مؤامرة، يعني هسه ماكو المظاهرات، هسه ماكو اليوم طلعت. نصر بالاحزاب بيها، يعني باحزاب بيها من المالكي. نعم. من الافار بيها اخوي، هذول مطايه امريكا يسموها. نعم. مطايه امريكا وايران، هذول مطايه. يعني هسه شوف اطلب للمستشفى ياخذ من عندك باص بدون علاج، اطلب هسه ماكو مركز. ها بوي ماكو علاج، لان يقول لي من برا راح اقعد زين. سلابه من تفحص مثلا بالمستشفى الطينه 25، عرفت؟ نعم. يعني وين ما تروح مثلا، يعني عندك مشي او سياره. نعم نعم. ما سوق زين وفحص ابو الوجبه هسه ماكو، من تروح ليه شطيك حمص مزود، ها؟ والطحينه مزوده، يعني التمر الخشب، عرفت؟ نعم. هاي شوف، يعني هذا الوزير مال السوداني، انا ما اسمي وزير، انا اسميه حج اسود، هذا يسمونه حج اسود، هذا مسؤول اللصوص من جماعه المالكي اخوي. نعم. فذولا مطايه امريكا زين وايران، هسه عندك شو هسه من الطب، السوق هسه من الطب، كل من يبيع بكيفه. نعم. زين، كل من يبيع بكيفه، يعني ناس نصابة، شوف لا يخافون الله، لا صوم عندهم. نعم. لا صلاة. يعني حائرين بالخمر ذول السياسيين، ماكو ذاك اليوم ملا مسوين زين رقص، ذول هم زين السياسيين وفلوس ورقص زين او حفلات، يعني هاي اموال الفقراء هم ياخذون بيها. نعم. والناس حائرة هسه، ماكو بالخبز حائرة زين، الناس عايشة على الزبالة، الله وكيلك هسه، يعني شوف جاهل، ها؟ يروح الزبالة يلقط. نعم. زين قواطي يلقط، زين بنات تلقط.
نعم شكرا يعني شكرا يعني شكرا لك ابو علي. مشاهدينا الكرام اللي ما فهم الموضوع شنو هو، خلينا نحكي على شريحه المتقاعدين. اقل راتب يم المتقاعدين موجود او هوايه شريحه واسعه من المتقاعدين يقبضون 400,000. اذا عفنا الاستقطاعات حشد وغير حشد وما اعرف شنو يستلم 400 صافي، لما كان الدولار ب 120 يعني يستلم 333 دولار وشوي وكم سنت، لما صار الدولار ب 175 يعني فعليا ال 400,000 صارت 228 دولار وشوي. تعرفون شنو معناها؟ هذا المتقاعد اللي ما عنده غير هذا الراتب، يعني انت السلع دا تزيد اسعارها بكل العالم، التاجر دا يشتريها بالدولار، الدينار انخفض، هذا راتب اقل، السلع زادت، بعد ما يقدر يشتريها. فهذا اللي احنا دا نحكي عليه هنا. ابو علي من الديوانية حكي على سالفة قضية المستشفيات. ناشط من ذي قار تحدث لنا قدام واحد من المراكز الصحية بقضاء الشطرة ان المستشفى كان تابع لوزارة الصحة، يعني كان مبنى حكومي او مؤسسة حكومية. اللي صار انه الوزارة حولت هذا المستشفى الواحد من المستثمرين. شنو يعني؟ يعني المستشفى صارت خاصة، وهاي المستشفى ما لها علاقة بوزارة الصحة، وهاي المستشفى المستثمر هو اللي دا يتحكم بيها بكيفه وبمزاجه. عليه أسعار العلاج اللي موجودة داخل المستشفى زادت للضعف وأكثر. خلونا نشوف. أنا أعطيكم إياها وحدة وحدة. وأبو فاضل لا وزير الصحة بيحظ، ولا مدير عام بيحظ، ولا المدراء بيهم حظ، ولا هذا محمد هادي بيحظ، وكلكم ما بيكم حظ. والدليل هذا المستشفى مال تطابق الدم الموجود بقضاء الشطرة اللي هو حكومة، اللي يجي الفقير المواطن يفحص الدم ب50,000 يجبناي الخنة اعطيتوه المستثمر، وهسه المستثمر سواه 100,000 لأن ما بيكم حظ. وين صعود الدولار؟ وين هذا الوضع؟ اعطيتوا المستشفيات مالتكم الحكومية حولتوه لاستثمار، لأن والله العظيم ما بيكم شريف، لا أنتم ولا قبة البرلمان ولا وزير الصحة ولا المعاون ولا المدراء ولا كلهم، وكلكم جبناء. خلي اسمع الشعب العراقي، المراكز الموجودة مال تطابق الدم بكل الأقضية والمحافظات حولوها لاستثمار، يعني ما كنت تجي بعد تفحص الدم 50,000 ب35، بعد كله 100,000، وهاي خدمة للصالح العام مو للخاص. يا بالعراق بشغل أفلام وثائقية مخيف. أنا أقول القنوات الوثائقية تروح للعراق تدور ذن الملفات، مخيف الشغل يصير. نطلع من هنا نروح إلى مواطن بالنجف، انتقد لنا حالة حكينا عنها هواية. الكل يعرف أنه أكو أزمة بالأدوية، هي إذا أكو أزمة بالدولار وأكو أزمة بالأسعار وأكو أزمة بالملف الصحي وأكو أزمة بالأمان وأكو أزمة بكل شيء، فالدواء والصحة شلون حاله؟ أنتوا تعرفون الحال. مواطن حمل المسؤولين الحكوميين بالمحافظة مسؤولية نقص العلاج اللازم بالمستشفيات والتردي اللي صاير بالواقع الصحي بالمحافظة، وأكد أنه مستشفى المشخاب يفتقد إلى أبسط الأمور، مثلاً المي المقطر اللي يستخدموه بالعمليات للتعقيم والتنظيف، وهو أبسط شيء ممكن أنه توفره للمستشفيات وموجود بكل مكان. خلونا نشوف. عليكم من مستشفى المشخاب العام اللي تعالج 151,000 نسمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. أول شخص يتحمل المسؤولية ونقص العلاج في مستشفى المشخاب هو مدير القطاع الصحي في المشخاب، وثاني شخص محافظ النجف، أنت المسؤول الأول عن الدوائر في النجف، وثالثا الشخص اللي يتحمل المسؤولية هو دكتور علاء الكعبي مدير صحة النجف، والأهم والأكثر مسؤولية هو نواب الدائرة الجنوبية استاذ جواد ودكتورة ثناء واستاذ حميد. عتبنا عليكم كبير، هواي ناس طبلت لكم وانتخبتكم وثقفت لكم وحضرت مهاويل، وهاي الناس تون بدون ماي مقطر. مستشفى المشخاب العام يا وزير الصحة
الأطاري حكومة احنا بخدمتكم لو حكومة احنا نذلكم. مستشفى المشخاب العام بدون ماء مقطر خمسة بربع يا محافظ النجف، يا مدير القطاع الصحي، يا دكتور علاء، مستشفى المشخاب بدون براسيتول، أطفالنا ونسواننا وشيابنا وأهلنا بدون براسيتول. شي تعلق على هذا الموضوع؟ وسؤال ثاني، عيني محمد الشاع السوداني ووزير صحتك وكل وزراء الصحة اللي لزموا الوزارة من 2003 لليوم، بلا زحمة الميزانيات وين وديتوها؟ عدا عدي الحمود، لأن نعرف اشترت نعل للمستشفيات بمبلغ وقدره. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك حكيم محمد يقول: هذا حكم الأحزاب وحكم المحاصصة المقيتة التي بنيت على أسس الطائفية والحزبية دون الأخذ بمعايير المهنية والخبرة إلى أي مرحلة أوصلونا. الشعب يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، نقص، إهمال، تقصير متعمد من الحكومة وأحزابها. مؤمل العراقي يقول: المستشفيات يموت اللي يطبلها، استونا مات لنا واحد بالإهمال، والله 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 مات بسبب الإهمال، بس أنا لله وإنا إليه راجعون. وبمستشفى الفرات الأوسط بالذات عود عناية مركزة، إلا الله المشتكى. وماجد حميد العطار يقول: موازنة ماكو من سنة ونص، وكل مستشفيات العراق ماشية بالقدرة، ورواتب عمال وإعاشة ما عندهم. سادان أحمد يقول: لعد تدرون السرنجات ماكو ولا كانولة ولا كفوف، أختي تشتريهن على حسابها حتى تسحب دم للمرضى. هاي بابل، كل المحافظات نفس الشيء، كل شيء صار بفلوس. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم مستمر وياكم، وأتمنى تبقون ويانا بحلقة اليوم. لا تديرون التلفزيون، فاصل قصير وراجع لكم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس، تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد ببرنامج صوتكم. بالوقت اللي يعاني به الشعب العراقي من البطالة، بالوقت اللي العراق بنسبة بطالة مو طبيعية، بالوقت اللي عندنا خريجين ما مشتغلين وعندنا ناس زي يتخرجون وما دا يشتغلون، ونسب البطالة دا تزيد يوم عن يوم، ونسب الفقر دا تزيد يوم عن يوم، لأنه الشباب ملاقي يشتغل وحتى رواتب رعاية اجتماعية ماكو. عندنا خريجين ينتظرون أن يتم توظيفهم، وعندنا آلاف مؤلفة من الموظفين اللي هم على عقود يتمنون ويتظاهرون أن يتم تحويلهم من عقد إلى صفة موظف على ملاك دائم، وعندنا آلاف مؤلفة من اللي يشتغلون بعقد، عفوا، اللي يشتغلون مجانا من محاضرين وإداريين وغيرهم اللي يتمنون يوقعون عقد. بالمقابل عندنا آلاف مؤلفة من العمالة الأجنبية، بالوقت اللي بيه العراقي ما لاقي يشتغل، بالوقت اللي بيه الشاب العراقي يدرس ويتعب ويشقى، والأب ينتظر ابنه يبدي حياته ويشتغل ويكون نفسه ويتزوج ويفتح عائلة حتى يفرح الأب، يقول اسمي استمر،
بالمقابل الأب العراقي اليوم بالعراق ما ضامن نفسه، ما ضامن ابنه، ما ضامن حياتهم، ما ضامن شيء، وعايش بفقر وعايش بضنك بسبب أنه ما عندك سياسة صح. واحد من مواطني البصرة وثق لنا الحالة اللي حكينا عنها أكثر من مرة، هي استقدام مئات العمال الأجانب الجدد للعراق وتشغيلهم بالشركات النفطية اللي هي مليانة عمال أجانب، والشاب العراقي يتظاهر وبطالة وقاعد بالشارع وعلى القهاوي ويعاني من فقر بسبب أنه هذا. عذراً إحنا مو ضد البطالة، بس أنت اقضي حاجتك بالبلد، شبابك شغلهم، يوم اللي عندك عوز العمال وما عندك بطالة جيب عمالة أجنبية. بس أنت جايب عمالة أجنبية والشاب العراقي قاعد، هذا بدنا نحكي عليه. خلونا نشوف. هذا الأجنبي يعرف الوضع الأمني بالعراق زفت، بس يجي يقول لك أنا أشتغل العراق ما لاقي شغل، ليش ما أروح بيها فلوس؟ لأن هذا يقبض. بس حتى العراقي من يشتغل بهيج مكان ما يقبض. الدليل البصرة، كلنا نتذكر خليجي 25 بطولة الخليج العربي الأخيرة، البصرة صرفت عليها مليارات حتى تستضيف هاي البطولة، حتى تستضيف كأس الخليج العربي لكرة القدم، انصرفت عليها مليارات حتى يطلعون البصرة بصورة حلوة قدام زوارنا الخليجيين. بس عمال البلدية طلعوا يطالبون محافظ البصرة أن يصرف لهم مستحقاتهم، خصوصا أنهم اشتغلوا لساعات إضافية زيادة عن وقت دوامهم الرسمي أثناء البطولة. شوف. السلام عليكم من قاطع العشار كابسات. احنا أسعد العيداني، أستاذ أسعد العيداني، توعدتنا بالكرامي، وصلنا احنا تقريبا شهر كامل نداوم ما غايبين حتى الان. شوفوا العمال مال البلديه خذوا العشار كلها مال كابسات، احنا داومنا شهر كامل وقطعه ثانيه اللي جايز مالتني، وانت وعدتنا سعد العيداني قلت على مود كراميتنا 250,000. زين وين كراميتنا؟ قال ولدك كلهم ولدك وكلهم محتاجين وكل قاعد بالاجار. الله شاهد محتاج، واحنا شهر كامل نداوم، احنا صار لنا شهر كاملين ثاني الكرامي، وين هي الكرامي؟ نزل الراتب والكراميه ماكو، قالوا يا الراتب. ثاني شيء الموظفين استلموا، ترى الموظفين كلها استلمت، يعني انا اقول 500 قاعد على الكرسي وكاسه التبريد والعرق في لك ام محمد، وانا ما كنا حاله تعبان. هذا حال بالبصرة. نطلع من هذا المكان نروح إلى قضية جديدة بالعراق، هواية نشوف أخطاء مثل وزير الدفاع اللي تعين قائد عمليات بالغلط بسبب تشابه أسماء. هسه عندنا خطأ مطبعي تسبب بتأخير تثبيت عشرات الموظفين من العقود بصحة محافظة المثنى على الملاك الدائم، وصار هذا الشيء يهدد مستقبلهم الوظيفي، هددهم بالضياع وضياع سنوات خدمتهم والخبرة اللي هم عايشيها واللي اشتغلوها كعقود. خلونا نشوف. الأخوة هنا من أصل 538 متعاقد يردون يثبتون، يا الله جاهم الخير، تفاجأوا بخطأ مطبعي بين دائرة صحة المثنى والمحافظة، فرق بعد وقبل، بس هالكلمة بعد وقبل، مستقبلهم كله راح يضيع وما راح يثبتون. وهاي بعد وقبل شهر كامل لحد الآن عازة دائرة صحة المثنى بموظفيها الإداريين بمسؤوليها أنه يصححون هذا الخطأ، ما يقدرون. يقدرون يشترون أقنعة بستة مليار ونص، بس ما يقدرون يصححون كلمة قبل وبعد. هذا الخطأ كلمة بعد وقبل؟ اي مستقبلكم راح، مستقبلنا راح، وافنينا عمارنا بدائره صحه المثنى. كلمه تغيرت ضيعت الاكون ماكو. نطلع مشاهدينا الكرام الى قضيه، او نرجع الى قضيه الدولار اللي حكينا عنها. حكومه الاطار اللي تتهم بتهريب العمله وتدمير الاقتصاد العراقي بس حتى ينفعون اسياد نعمتهم ايران واقتصادها،
الآن بهذا الوقت دا تنهي ودا تدمر ودا تصيب الاقتصاد العراقي بمقتل ودا الضربة بطلقة بنص قصتة بسبب اللي دا يصير من انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار. ولهالسبب قسم التواصل الاجتماعي سوالنا انفوغرافيك حول هاي القضية، خلونا نشوف أسوية. يا بيش بيك بابا ليش تبكي؟ شنو مضيع دولار باقوك خسرت فلوس؟ قال لا والله بدي اسفر ابوي اسوي له عملية للهند وتكلف 3 دفاتر وصار لنا 4 ايام نركض بين الكفاح والصرافات ما لامين ال3 دفاتر، واحد يبيع لنا ب170 وواحد يبيع لنا ب100. هذا السوق الان اللي انتم بيه يا دولة الاطار الفاسد. منافذ لبيع العملة تتحكم بمصير العراقيين، وحكومة عاجزة عن إدارة أخطر أزمة تعصف بالبلاد بعد مضي 100 يوم على تشكيلها بمباركة الإطار التنسيقي الموالي لإيران، تاركة العراقيين يواجهون مصير انهيار عملتهم واقتصاد بلادهم وسط استمرار عمليات تهريب العملة وتغذية اقتصاد النظام الإيراني. الدينار أقوى من الدولار، أحدث صيحات الوعود التي يطلقها السوداني في محاولة لتخفيف الغضب الشعبي من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وانتشار العملة المزورة في الأسواق العراقية، ما يعني وقوف العراق على حافة الانهيار. حكومة تتعمد إذلال المواطن واستغلال حاجته في ظل غياب الرقابة على المصارف ومنافذ بيع العملة الرسمية منها وغير الرسمية وسط اتهامات للحكومة ببيع الدولار لجهات متنفذة على حساب العراقيين. عمي هم عاودين على كيفكم ويانا، يعني كمية ضخمة من المزور موجودة بالسوق، عصابة تغرق السوق العراقية بنسخ مزورة من العملة العراقية قادمة من إيران بحسب مصادر محلية في سابقة خطيرة لتدمير الاقتصاد المحلي والاعتماد على البضائع الإيرانية وإنعاش سوقها المنهار. صرف سعر الدولار ضروري ينزل والناس بدأت تميل التحرير. لا حلول تلوح في الأفق تحت ظل حكومة الاحتلال التاسعة وسط تحذيرات من ثورة جياع لن تبقي على الطبقة السياسية التي لطالما تاجرت بقوت الشعب المسكين. احنا بخدمتكم، هاي الكلمة قالها محمد إشياع السوداني. المغردين والناشطين على منصة تويتر خلوها منصة للسخرية من هذا الحكي، لأنه مالهم بخدمة المواطن. اليوم المواطن العراقي مهدد بلقمته، هاي بعض التغريدات على هذا الهاشتاغ اللي هو احنا بخدمتكم. نواف الشمري: عندما كان الدولار 145 رأينا جماعة ربع الله أبو جداحة توثية الشيعة وغيرهم يهددون ويتكلمون بأبشع الكلمات منزعجين من وصول سعر الدولار ل 145 ألف. يا ترى أين ذهبت ولماذا سكتت هذه الجماعات والدولار الآن 174 ألف؟ هاشتاغ احنا بخدمتكم. أحمد أياد: هذه آخر فرصة لإطار نهاية الدينار، نهاية مستقبلهم السياسي، راح يبقون بس البلا عقل وعميان وراهم وذولا صاروا قليلين. هاشتاغ انهيار الدينار العراقي، هاشتاغ احنا بخدمتكم. وسالي: صار سنين يهربون فلوس العراق ودولارات الإيران وأمريكا تدري ومغلسة، ليش هسه شاطت عليهم؟ أعتقد التهريب بالجديد مو لإيران الغير مكان، بس هم همين عن طريق إيران ومصالحها. هاشتاغ الله لا يوفقني، هاشتاغ احنا بخدمتكم. تمارا الخزرج تقول: جماعة الإطار يتلذذون بالتصدق على العراقيين بظل كارثة الدولار اللي اندمر بها اللي هم سببها، بحيث موقفين كبار السن بعز البرد على مود طبقة بيض ب5000 دينار وحيعتبروها مكرمة همينة. هاشتاغ احنا بخدمتكم. وكانت هاي تعليقات الناس على هذا الهاشتاغ. ورسالة تقول: أخويا أفل، إذا كان ينبغي العراق يتحرر من أمريكا وإيران لازم يتوحدون العراقيين وبلا تقسيم شيعة سنة كرد، كلهم عراقيين ويهبوا هبة رجل واحد من على المنطقة الغبراء ويشيلون كل الوجهة الوجبة الهالكة اللي نهبت ودمرت العراق، كلهم سراق وخوانة يلقى لهم شلع قلع. والسلام عليكم أستاذ أفل، حبيت أن أصلح لك معلومة عن الماء المقطر، هذا يستعمل لخلط أي إبرة تؤخذ بالعضل وخصوصا المضادات الحيوية مثل إبر البنسلين. وشكرا الدكتورة إيفا. شكرا دكتورة إيفا، أعتذر لكني لست بإطلاع بالمعلومات الطبية، تعرفين هذا الشيء وإن شاء الله أعدل معلوماتي. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، رسالة أخيرة أوجهها للسياسي:
من تحط راسك على المخدة تنام وترتاح. إذا تنام وترتاح إيش راح تقول لباكر عقبال؟ نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.